شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا. وباسمكم جميعا نسعد باستضافة صاحب الفضيلة فيها الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي، حياكم الله شيخنا. مرحبا وبياكم إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم. إذن يتشرف الدكتور بالإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله بعد بيان موضوع لقاء العدد والتي نتلقاها على الأرقام الظاهرة أدنى الشاشة. وبعد بيان موضوع اللقاء الذي سنتكلم فيه عن فضل الكلمات الأربع، جاء عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 مرة، أو قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي 100 تهليلة قال ابن خلف راوي الحديث: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين أم هانئ رضي الله عنها يبين فضل الكلمات الأربع وما لها من فضل كبير عظيم. دكتور كمال بوزيدي، وهي كلمات يرددها الإنسان فيحصل على هذه الأجور العظيمة الكبيرة التي بينها الحديث الشريف، فضل هذه الكلمات الأربع وغيرها مما ثبتت في حديث أخرى شريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذكر هو أعظم شيء عند الإنسان، لأنه يبقى دائما متصلا بالله سبحانه وتعالى عند ذكر هذه الكلمات وغيرها، فيبقى دائما يناجي ويذكر ويمجد، وأيضا يفتخر برب العالمين الذي خلقه، خلق السماوات والأرض، والذي قدره، والذي أيضا أعطاه يعني من المسؤولية ما لم يعطها لأحد من مخلوقات كما أعطاه إياه. فلذلك بما أن الله قد فضله على سائر المخلوقات وفضله على كثير مما خلق، فيستحق رب العالمين أن يذكر ويمجد، وأيضا ينزه عن كل نقيصة، وأيضا يرفع ذكره. فلذلك الإنسان خاصة لما ذكرت أم هانئ وهي أصبحت كبيرة لا تستطيع أن تعمل، ولا تستطيع بمعنى أن تتحرك كما كانت وهي شابة وهي صغيرة حتى تقدم للناس خدمات كما كانت تفعل من قبل، فعجزت مسكينة، فعجزت رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله دلني على عمل أعماله، حتى يا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دلني على عمل على الأقل يعني يدركني الله سبحانه وتعالى يعني بهذا بالعمل الخير، يعني عوض بما أنني قد عجزت عن تلك الأعمال، يعطيني الله عوضا عنها حتى أستفيد من حياتي، ما باقي من حياتي أستفيد ببعض ما أستطيع أن أملكه وأن أفعله حتى يرضى الله عني. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يعني على كلمات يعني أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قولي
سبحان الله 100 مرة، ونحن سبحان الله وما أدراك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان عند الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، وهي حبيبتان عند الرحمن. قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني خفيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند الله ثقيلة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في حديث آخر من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده، وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، قالك لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به هذا السيد، هذا يعني القائم مثل هذا، إلا من قال مثله أو أفضل منه. يعني شوف سبحان الله وبحمده. وكذلك الإنسان إذا سبح الله بعد الصلاة يقول سبحان الله وسبحان 33 مرة، والحمد لله، والله أكبر 33 33، لما نكتمل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك والحمد، إلا بمعنى الله سبحانه كفر عنه سيئات يعني ما بين تلك الصلاة والصلاة الأخرى، يعني ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، يعني ولو كان تغلي ذنوب تاعه تغلي ربي يمحيها له، ما كان ما بين الصلاة والصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل صلاتين، يعني بمعنى الإنسان لما يصلي إلا كفر الله عنه سيئات، يعني كفر الله عنه ما قد سبق. هذه الصغيرة الكبائر لازم يتوب منها، لازم الكبائر يتوب منها. يعني الإنسان ما ينفعوش لما يسبح يقول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله يوم الثراء، وهو يقطع في صاحبه ويحرش ما بين جيرانه ويظلم خواتاته ويأكل حق ويحق الحق، يأكل حق الورثة ويأكل مال الحرام وكذلك ومال اليتيم. ما تنفعوش التسبيحات هذه، بمعنى أن هذا التسبيح لم يزده من الله إلا بعدا، يزيد يكره ربي، يقول لك تنافق معايا، كيف أنت تذكرني منا تقول يعني سبحان الله هنا، يعني كأنك تتمسخر بربي، يعني تذكرني منا تخرج منا تحبس التسبيح وتولي واحد آخر، تولي شيطان. منا تجي تقول لي راني مالك من ملائكة، كأني راني مالك يا ربي خلاص، يعني سبحان الله يا ربي استغفر الله يا ربي يبكي له يا رب، غير تخرج من هذاك التسبيح، تخرج من هذاك الذكر، تخرج تبدل مكان آخر، تخرج إلى الشارع، تخرج إلى المعاملة، تخرج إلى الدنيا، تولي إنسان آخر، تولي شيطان. هذا ربي ما يحبكش، يزيد يكرهك، يقول كيف تجي تمسخر بي أنا، تجي تقول يا ربي سبحان الله، وأنت راه اليتامى راهم يسألوا لك شحال، وهذاك الجار تاعك ظالمه، حاقره، أكل له حقه، وهذاك مسكين الورثة كريت لهم حقهم، وخواتك اللي ظلمتهم، يماك وباباك اللي ظلمته، زوجة تاعك، ولادك لك حرمهم، قتلتهم يعني يعني من الشر إلى غير ذلك، ما ينفعكش هذا، هذا لا ينفعك أبدا. وهذا اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ كون هو الإنسان الزوالي ولا المزلوط اللي ما عنده والو. قالوا يا رسول الله لنعرفوا احنا المزلوط ما عنده والو، هو اللي ما عنده لا درهم ولا متاع، ما عندوش، ما عنده حتى شيء مسكين، لا دينار ولا شيء. قالهم إيه، قالهم موش هذا هو الصح، هذه في الدنيا معليش تنجاز، خليه ما عندهش في الدنيا، ولكن يوم القيامة يكون عنده القصور، راهو بمعنى ورب فاز، ولكن هذا لا، هذا يوم القيامة صلى وزكى وصام وحج واعتمر وكان يسبح وكان بمعنى يذكر الله، ولكن مقابل هذا كان يأكل حق هذا، كان يظلم هذا، يحقر والديه، يظلم الزوجة تاع أولادها، يظلم جيرانه ويأكلهم حقوقهم ويحرش بين الناس والنميمة، يعني ويغتب الناس، وكل واحد يوم القيامة يجي يشكي يقولوا يا ربي هذا حرش بيني وبينه وأنا خاطئ، وحرش بيني وبين يما حتى يما ولا تحوزتني من البيت، وهو هذا وأنا ما درت حتى شيء يا ربي، بهتان افتراء كذب وكذب. يقولوا شحال نقيموا له هذه الحسنات؟ قال بما شحال عندك من حسنات أنت؟ قال عنده 1 مليار. شحال نقوموا هذا العمل تاع الجريمة هذه اللي دارها؟ قوموها 200 مليون، نحوا له 200 مليون، جيبوا من حسن اعطوه من هذا. ويجي الاخر يقول يا ربي هذا ظلمني، نحى لي حقي، كلا لي حقي، شحال الحق تاعك هذا؟ نقوموه يسوى 500 مليون، نحوا له 500 مليون، اعطوه من هذا، خلصوه، حتى ما يبقى له حتى شيء، حتى حسنه ما كانش، يبقى سيئات. يقولوا انت عندك سيئات؟ يقولوا نعم. هذاك الشاكي يقولوا شحال عندك؟ يقولوا عندي 1 مليار سيئات. قوموا له شحال يسوى الظلم تاع السيد هذا؟ يسوى 200 مليون سيئة، هاتهم نحوهم من عندك أعطيهم له، ديرهم حتى ما يبقى له عن إنسان، وش يبقى له؟ يبقى له إلا جهنم. بعد ما كان أعمال الصالحة ما نفعتوش، أعلى لأنه لم يلتزم
هذيك الذكر هذاك والعبادة ما نفعتوش، لأن الأصل في العبادة، لأن ربي سبحانه وتعالى من العبادة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهنا ربي قال ولا ذكر الله أكبر، هنا المفروض ذكر الله هو الأكبر، فرض الإنسان لما يذكر الله لازم يكون هذا الذكر هو أكبر، يعني بما أكبر من الذنوب تاعك، أكبر من الظلم تاعك، أكبر من حياتك، أكبر من كل شيء. فلهذا الإنسان لم يذكر الله لابد يكون في مستوى الذكر، موش يذكر ثم ينقلب، لا، الإنسان باش إلا من أخطأ ليغلط، إحنا قاعنا غلطوا، هذاك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله تواب غفور رحيم. فهنا الإنسان لما يذكر هذا الإنسان زيادة في حياته، زيادة في ميزان حسناته، هذا بمعنى كأنه يكمل يزينوه، هذا تزيين الأعمال، تزيين يعني بمعنى الملف تاعك تزين فيه. فلذا لما عجزت أم هاني كذلك العجائز توعنا شيوخة توعنا يكثر من الذكر هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجيبوها 100 مرة، يعني ما يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه يجيبوها 100 مرة، يعني الله سبحانه وتعالى شوف وش من أجر يعطيهم، أولا 100 كأنه أعتق من 100 بني يعني إسماعيل، يعني ولد إسماعيل، وكأنه تصدق 100 فرس مليانة وجاهزة وكذا في سبيل الله، في سبيل الله، والثاني 100 إبل، يعني شوف وما أدراك، والرابع يعني شوف الله سبحانه وتعالى كذلك من الخير اللي وجده له. فإذا هذا الخير لا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثله أو أفضل منه، يعني يوم القيامة أو زاد عليه، أو زاد عليه، نعم. فإنسان إذن هذا الذكر يعني يزينك وكذلك يقدمك أكثر عند الله، لأن الإنسان يذكر الله يتقدم يتقرب من الله تعالى أكثر، ولكن بشرط لابد إنسان لما يذكر ما يديرش هذوك الكبائر، ما يديرش الذنوب الكبار، لابد ينتبه، لأن هذا الذكر هذا المفروض يربي يقربك من الله. لهذا لما الإنسان الحمد لله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شطر الإيمان، يعني الإيمان بضع الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الطهارة والنظافة نصف الإيمان، يعني لهذا علاش نقولوا احنا يعني دائما نقول النظافة من الإيمان، خشية راهي نصف الإيمان، طهور شطر الإيمان. والحمد لله سبحانه والحمد تملأني تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض، يعني بمعنى الحمد لله الأجر اللي فيها من الحسنات، يعني بمعنى مليانة ما بين السماء والأرض كلها حسنات كي تحمد الله، شوف ربي وش يعطيك من أجر، سبحان الله والحمد لله. الحمد أن هو الشكر لله تعالى، فلذلك ربي يحب الإنسان يحمده يحب لي يشكره، لهذا قال ولئن شكرتم لا أزيدنكم، كل ما تشكروني وتحمدوني تعرفوا بأن هذه النعمة ما يش منك أنت، راهي من الله، ربي يزيدك، باش يزيدك باش يشكرك، ماشي تقول الحمد لله الحمد لله، ماشي هذه فقط، هذه الحمد لله قولها ولكن بينها، ربي أعطاك رفهك، إذن ما تنساش الفقراء، صدق مد عاون، يعني بمعنى يسر للناس بالمال هذا، خليه يخدمك، يخدمك المال هذا خليه يخدمك، ربي يعطاك أعطي وربي يزيدك. لهذا ما نقص ما نقص شيخ المال من صدقة ولا لا، عمر المال يصدق عمره ما ينقص، ربي يزيد يعمر له يعمر هو ما يشعرش، يعني بمعنى أن الإنسان يعني هذا الإنسان لما يكون كريما ربي ما يبخلوش، لأن الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان وين يقول لك يقول لك تصدق أنت، هذا ما يخدم والو تخدم عليه، أنت درت مدله وشكون يمد لك أنت، ولو كان تخسر كيف المال منين تجيب المال أنت، ولا تعطيله أو صحيح لبس عليه كيف تمد أنت لهذا، يبدأ يدير لك مشاكل باش أنت ما تصدقش، ولهذا أنت لا أنت دائما توكل على الله ومد، قال ربي هو اللي يمدني أنا كانت نمد، المدني نقدر معليش ولكن عاون الناس بما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم واش قدرت تدير، المهم أنك تبادر بهذا المال هذا هو الشكر في المال تاعك، الصحة تاعك كذلك دير بها الخير، يعني تسيب عجوزة ما قدرش ترفد عاونها، تسيب شيخ كيف كيف واحد ما عندوش وقت باش يقضي صوالحه وقدير صوالحه بهذا الجسم تاعك، ما عندكش المال باش تمد، مد بالجسم تاعك تصدق به عاون به، هذا هذه نعمة أعطاها لك ربي. لا. الناس راهم عاجزين راهم مراض راهم في المستشفيات وانت راك صحيح راك تمشي واش تقدر قدم عاون باش تقدر ولو باللسان أقله باللسان
وبهما قال حتى وأن تقول كلمة طيبة أخي بها صدقة، تقول كلمة طيبة فقط صدقة، وحتى ابتسامة ابتسامك فقط يعني كي تبتسم في وجه أخيك صدقة، يعني هذاك صدقت بها لأن الصحة كي تكون الصحة يعني بما تصدق بها. وكذلك يعني لما تقول لا إله إلا الله أفضل الذكر وأفضل كلام وأفضل قول، يعني كل الأنبياء اللي كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أفضل ذكر وأفضل حاجة جاوا بها الأنبياء هي قول لا إله إلا الله، ما كانش أفضل منها. لا إله إلا الله قال الإنسان لما بحثوا في الميزان صابوا أنه ما دار حتى شيء، يا ودي ربي قال لهم شوفوا العبد، قالوا يا ربي ما عنده حتى شيء حتى حسنة والو، يا ودي زيدوا شوفوا طراه شوفوا في شوفوا المليح في الدفتر تاعو واش عنده شوفوا شوفوا، قالوا يا ربي انا بحثنا ما صبنا صبنا حاجه وحده واش هي، صابوا سيئات من هي انا غلبت ما عندوش حسنات، شوفوا قالوا صبنا وحده واش هي، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لا اله الا الله قال لا اله عنده، قال عنده ديروها في الميزان داروها في الميزان غلبت السيئات تاعو، قال لهم شفتوا هاو عنده، وهذيك لا اله الا الله شوف ربي كي حب يكرم عبده او بلا اله الا الله نجحوا بها. فقول لا اله الا الله ما كانش افضل منها، افضل ما جئت به انا والانبياء هي قول لا اله الا الله، ما كانش افضل منها. ثم الله اكبر، الله اكبر وتعرف الله اكبر، الله اكبر لما الانسان يشوف النار يقول الله اكبر في الصدفه، لما يصيب مصيبه يقول الله اكبر يعني ربي كبير عليها، يصيب فتنه يقول الله اكبر يعني كبر بان ربي اكبر من هذا اكبر. ما فيش يعني انسان لما علاش ربي دارنا في الصلاه وبعد الصلاه وكي نجوا ناموا نذكر نقول الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللي يقولها ما كانش احسن من هذا الذكر هذا لانه شمل او جمل، زائد كما قال العلماء قول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله اللي هي يعني مفتاح الجنه، وهذا يعني صلاه حدث في العراق مما يروى ان احد الصالحين لما نام يعني ما نام كذا، المهم لما يعني كان واحد الراهب سالوا اسئله لما جاء داخل الكنيسه، كان عرس كبير عرس على المسيحيين، وهو مسلم مؤمن عالم تقي صالح رجل صالح، جاء داخل حبسوا الراهب تاعهم فباس كبير هذا حبسوا، قالوا توقف، قالوا علاش نتوقف يا اخي انا كيما انا كيما الناس، قالوا لا، قالوا انت مسلم فاق به، قالوا هو انا مسلم حبيت ندخل معاه باش نحضر معاكم، قالوا لا لا ممنوع عليك، وتعرف الناس يعني قالوا كيف على ما خليه، قالوا صح نخليك بشرط نعطيك اسئله، من بين الاسئله هذه المهم يعني نعطيكم ثلاثه برك منهم ولا اربعه، قالوا من هو الواحد لا ثانية له، شكون اللي كاين واحد ما فيه زوج، قالوا ربي، قالوا صدقت، قالوا شكون هما الزوج ما كانش ثلاثة، قالوا زوج ما كانش ثلاثة، قالوا الليل والنهار، قالوا صادق صح، قالوا شكون هما الثلاثة ما كانش ربعة، قالوا الثلاثة الذين تكلموا في الصغار في المهد، ثلاثة هذوما اللي تكلموا كي زادوا صبيان، منهم سيدنا عيسى عليه السلام، منهم صاحب جريج اللي نعرفوه صاحب جريج، ومنهم تاع الماشطة تاع واسمو هذيك اللي كان تاع صاحبة الأخدود اللي كان المرأة كانت ترضع في وليدها هو جديد مسكين غير كيما زاد، ملا فرعون ذاك الوقت قال يا تكفري بالله نخليك تعيشي، يا تمني بالله وتكفري بي انا مانيش ربانا نرميك في النار انت وليدك، شافت وليدها مسكينه خافت قالت له معليش نتراجع رحنا، وشافها وليدها كان يرضع شاف يماه بلا حد دور راح تقول له نكفر خلاص على جال وليدها، انطق وليدها حبس الرضاعه قال يا يما ارمي روحك في النار انا رايحين الجنه ارمي روحك في النار، كي شافت وليدها الصغير صابي تكلم معجزه كيف الصبي يتكلم، اما كي سمعت وليدها تكلم رمات روحها في النار، هذا واحد من ثلاثه. صاحب جريج، جريج هذا ولي والله صالح، فتهموه بعنا بمعنى باش يرتكب جريمه الزنا، مرأة تهماته قالت له بلي هذا الولد هذا منك انت، فطلعوا لان الناس يعرفوه راجل صالح، فرجل طلعوا ليه قالوا يا خبيث يا كذا زعما حسبناك انت راجل صالح انت مؤمن انت الامام تاعنا وانت العالم تاعنا وكذا، فجابوه كسروا له مسكين هذيك القبه اللي كان فيها بمع البيت اللي كان فيها بطين المبنيه كان يعني خالي مع الله سبحانه وتعالى الخلوه تاعو، فلما ريبوها له وحبطوه من الجبل وجابوه زعما كيما نقولوا احنا للدشره جابوه حطوه امام الناس
قالوا وهذا هذا تعمل هذا وليد من هذا خلع. وهذه الفتنة هذه سببها شكون؟ يماه. لما كان يصلي كانت تجي يماه تسقي له مسكينة، يا وليدي يا جريج يا جريج، كان يصلي يقول يا رب نجاوب هذوك ولا نبطل صلاتي ولا كيف ندير. فيكمل يصلي ما جاوبهاش، تروح جات نهار الثاني قالت له يا جريج يا جريج ما جاوبهاش، كيف يا رب نصلي ولا ما ولا نجاوبها. كمل صلاته وما جاوبهاش. يوم الثالث ما جاوبهاش، كي ما جاوبهاش قالت يا وليدي واش نقول لك، هي حست مسكينه بلي تكبر عليها. قالت يا وليدي الله يسلط عليك بنت من بنات الحرام. وهكذا كان الحال. الحق الوقت يعني راجل صالح، جات الفرصه جاء هذا فقالوا له انت وليد من هذا، وقال لهم يا وليدي سنة ومالا نروح نصلي ركعتين. صلى لله سبحانه وتعالى. لما دعا ربي باش ينجيه من هذه المصيبه اللي راهو فيها، مالا راح الولد الصغير هذاك وين زاد؟ تكلم معاه قالوا يا غلام من ابوك؟ شكون يا وليدي؟ شكون باباك؟ قالوا بابانا يعني ابويا هو الراعي. يعني بان كشف الولد الصغير هذا كشف يما يعني باباه تاع الصح، وكشف هذيك المراه اللي تهمته بالحرام. من بعد ولاو الناس خافوا كي شافوا الولد الصغير انطق، هذه راهي معجزه كرامه من عند ربي سبحانه وتعالى. فلما شافوا انطق خافوا قالوا يا جرس اسمح لنا يا سيد الشيخ، اسمح لنا يا سيدي، اسمح لنا نبنوا لك دارك بالذهب. قالوا لهم لا، نبنوا لك بالفضه. قالوا لهم لا، عاودوا بنوا لك كما كانت بالطين. وطلبوا مسلح يسلموا على راسه يسلموا له على رجليه، خافوا لان الصابي انطق كما دام انطق صار. فهنا يعني شوفوا قوه ربي سبحانه وتعالى، بمعنى ان الانسان لما يكون مقرب من الله تعالى ربي سبحانه وتعالى فيحبه، وكيف شوف يعني نصره على. فهذاك العالم الجليل لما بمعنى قالوا ثلاثه ما كانش ربعه هذوهما، فثم قالوا في الاخير قالوا صح راك جاوبت بارك الله فيك. قال دوك انا نسالك انت الرهبان، انا نسالك. قال واش اسالني الشيخ دكتور؟ نعم تفضل كملوها محمد. نكمل باختصار فقط لان هذه مكالمه. فقال له ملا انا نقول لك سؤال، قالوا قولي السؤال. قالوا ما هو مفتاح الجنه؟ هذا العالم يهضر مع الباباس والباباس على باله وشنو هي. قالوا ما هو مفتاح الجنه؟ قالوا ما نقولكش. فالغاشي هذوك زعفوا مسيحيين اللي كانوا حاضرين غضبوا، قالوا كيف سالت انت 19 سؤال وجاوبك فيهم الكل، وانت عطاك سؤال بسيط ما قدرتش تجاوبه. قالوا ماني خايف لو كان جاوبوا تغضبوا علي. قالوا لا، اللي تقولها نقولوها. قالوا تجوا معايا؟ قالوا نقولوا معاك. خلاص قالوا مفتاح الجنه هو لا اله الا الله محمد رسول الله. قالوا صادق، مال الناس كاع ولاو دخلوا الاسلام. قالوا ما دام لا اله الا الله هو الصح، وعلاش رانا قاعدين احنا نتبعوا في واش راك تقول لنا؟ بلا خلاص ولاو كلهم مسلمين وربي يعلمنا ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور كمال. ونستقبل مكالمات الاخوه والاخوات. ومعنا من العاصمه ام موسى. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. خويا حبيت نسقسيك. تفضلي. كي رحت للحج من هذوك عامين كي كنا في الحرم صليو، راحت لي سجاده ضربيه تاع الصلاه. ومن بعد انا ما كنتش نعرف، رحت حوست عليها. تمات 3 ايام وانا نحوس نروح هذيك البلاصه وين طاحت لي، وسقسيت هذوك لي يخدموا الدبا. ما عرفتش باللي حرام باللي لي سقسي حاجه كي تبحر له في الحرم. وثاني سؤال ثاني خويا، كي رجبنا الشيطان هذوك الحجر اللي بقاو لي جبتهم معايا، كما جاوا معايا ما شفتهمش الصاك تاعي. دوكا ما عندي دوك الشيخ قول لي كيفاش ندير هذاك الحجر، ما لاش نرميه ولا كي نولي نرجعوا معايا ولا ما عرفتش. وسجادة ديتي واحدة أخرى ولا كيفاه؟ لا ديتها معايا، كنت نصلي بها تاعي سجادة، طاحت لي في الحرم. عاودتي ديتيها؟ رفدتيها ولا؟ ما صبتهاش وحوست عليها. وبعد المرشدة هنا كي سقسيتها قالت لي ما لازمش تحوسي، كي تبحر لك حاجة في الجامع ولا ما تحوسيش عليها. وأنا ما عرفتش الشيخ دوك واش واضح يا أم. والحجر هذا ثاني يا الشيخ. واضح ان شاء الله. كيرجمنا انت ما جبتو معايا، وكيفاش ندير لها مازالها وكذاك محطوط. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. ايوا شكرا. مع السلامة. فاطمة من أضرار. فاطمة نعم. الأخت فاطمة من أضرار نعم. السلام عليكم. لا تسمعنا من أضرار أختنا فاطمة. أم يعقوب معنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
تفضلي. حبيت نسقسي الشيخ بس. تفضلي يا أم يعقوب. شو أنا يا من الزوجة كذا كلمتكم مرة من قبل وحضرت معي درك تعاودت نفس المشكلة عندي دايما نفس المشكلة. تفضلي بطرح السؤال تفضلي. أنا من قال ما من الزوجة هنا تعرف وعندي العزوز ديما تقول لي بلي سحارة سحرتي ولدي أنت اللي سحرتي مريضة بدار وأنت اللي سحرتي وأنت اللي سرقت تسمي بالسرقة تسمي بالسحور تخرج للناس برا تقول لهم سحرتني دارت فيا عاد ما نقدرش ما نحبش نروح عندها. واش الحكم اني ما نروحش عندها يعني بس روحي من المشاكل عندي حق ولا لا؟ واضح ان شاء الله. والسؤال الثاني هو الزوج تاع ابن الدار قول ابنها بدراهمه بس هذا اسم ابويه هل يحق لابويه انه يديها له؟ نعم. وكيف نتعامل معها؟ ما قدرتش تقول الشيخ ما قدرتش نتعامل معها تقول له حتى عندك ما عندكش دراهم روح سلف وجيب لي وما نحوش عليك تصرف على دارك ولا ما تصرفش على دارك هذيك حاجه ما تخصنيش قالت له ربي يسهل عليك قالت له انا وبناتي اولى منها. تسمعي الجواب يا ام يعقوب. غير الكوش والحليب تقول له ما دخلنيش تقول له انا وبناتي اولى. اتضح السؤال جيدا ان شاء الله وتسمعين الجواب بعد قليل. شكرا ربي يعافيك. مع السلامه. يقول الشيخ يدعي لي ربي يفرج علي ان شاء الله. فرج قريب يا رب فرج قريب يا رب. من تلمسان حفيظة وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الحمد لله. تفضلي حفيظة تفضلي. حبيت نطرح برك الشيخ سؤال يدعينا ان شاء الله يجمع ربي يسلم على الجيل تاعي راه معايا الاخ تاعي وفرق بيناتنا ورانا في حالة عذابك هذا دعيتني دعي معايا برك الشيخ وكل اللي يكون يتخلص فيك ربي يهديك ان شاء الله يا حفيظه ان شاء الله. عندك سؤال يا حفيظه؟ ان شاء الله. عندك اسئله تريدين طرحها؟ نعم يا حفيظه. برك هذا مكان وحبيت برك نقول هذا مكان ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. طيب من فرنسا الأخ هاني. هاني من فرنسا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا السلام عليكم الشيخ الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نعيش في فرنسا. نعم. عندي 10 سنين في فرنسا. أعمل وأريد أشتري منزل للفرض. علما أني لم أخبرش بلاد فرنسا وحبيت كي نحق لاروترات ما نتمشيش بزاف هل يجوز يمكن نشري مال ديال دروب الآن كي نحق لاروترات ما نتجاوزش نتصرف إذا لقيت كاري لقيت كاري ما نقدرش نحق لاروترات ما نتمشيش بزاف. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. من العاصمة الأخت رتيبة. رتيبة من العاصمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم الصحة على هذه الحصة المفيدة. الله يبارك فيك. نقصي التلفاز يا رتيبة. بارك الله فيكم. يبارك فيك. نقصي التلفاز واطرحي السؤال الله يرضى عليك. نعم. تفضلي. عندي سؤال على كيفاش نتعامل مع الزوج تاعي اذا كنت نعرف بلي يعني عنده علاقات مع نساء اخريات و يعني وعندي معه اولاد بنتان وولد حبيت نعرف دوك انا راني نزني معه و الو واضح يا رتيبه واصلي حبيت نعرف نصيحه تقدموها لي في ان شاء الله من هذا الباب في هذا الباب ان شاء الله تعالى اصلح الله بينكما ادعوا له بالهدايه يا شيخ
يا رب هداه الله سواء السبيل. شكرا. عفاف من الجلفة ونجيب إن شاء الله. أخت عفاف تفضلي. مرحبا بكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. إخوة الكرام، أولا أحبكم في الله. الله يبارك فيك. وفقكم الله وتقبل منكم. آمين أجمعين يا رب. أخي الكريم لو تفضلت، أنا مرتبطة مع واحد عنده أولاد. يعني هي الأم الكريمة متوفية ربي يرحمها، وأنا مرت أب. أنت زوجة الأب لهذا الأبناء؟ نعم صحيح. طيب. لكن أنا الحمد لله معناتها مع الأولاد، الحمد لله الواحد يتعامل دائما مع الله. لكن هنا في المحيطين بي لقيت كمية من العراقيل، يعني دائما محاولة تتبع العثرة. دائما أي عثرة لأنها مرت أب، لأنها مرت أب، لأنها مرت أب. أنا المطلب نحن معناها نعلم أن كثير من معناها كما نقول لك الناس اللي تكون في موقف مرت أب، كاين الكثير اللي مثلا يتعاملوا بسوء، لكن مع ذلك دائما نحاول أني نعطي كلمة تمحو نظرة النظرة هذيك اللي يعطوها دائما لمرت الأب أنها كذا وكذا وكذا. واضح إن شاء الله. نعم. وأيضا الدعاء، بارك الله فيكم، الدعاء أن ربي يوفقني في هذه المهمة وأنه يعطيني القوة والثبات والتحمل. الله يوفق إن شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم ورحمة الله. أجمعين إن شاء الله. شيخنا نبدأ على بركة الله مع أم موسى من العاصمة التي ضاعت منها السجادة في البيت الحرام، مسجد الحرام، وبحثت عنها ولم تجدها، فالمرشدة قالت لها لا ما تحوسيش على أشياء ضاعت منك في البيت الحرام، هل هذا صحيح؟ هو الأصل الكلام هذا غير صحيح. نعم. لأن الإنسان إذا ضاع منه مثلا حاجة كما يقول ثمينة يخليها، بالعكس هي الآن تبحث عنها خاصة لك أنت عزيز عليها، ولك أنت أيضا أنت هدية من أم ولا من أب وعزيز عليها، فما فيهاش مانع أنها تبحث على هذه، إن وجدتها ما شاء الله ما يبارك، إن لم تجدها احسبها إن شاء الله صدقة عند الله، نداها تحسبها له شغل كأنها صدقتها له ولا يعني بالبركة عليه، وتشري واحدة ثانية. هذه بمعنى بالنسبة يعني الإنسان اللي من ضاع منه شيء فعنده حق يحوس عليه، عنده حق يعني. أما تقوله ما تحوش عليه لأنه خلاص يعتبر لقطة في الحرم وخلي الناس، لا لا، هذا بمعنى الإنسان إذا سقط منه حاجة من حقه يبحث باش يعاود يسترجعها، ولكن يصعب في الحرم باش تعاود تسترجعها، يعني حقيقة يصعب مع الملايين من الناس، ملايين تاع الناس باش تقدر تسترجعها في موسم الحج كثير، يعني هذوك يجوا يرفضوا كل شيء يعني ما يخلوش، فلذلك يصعب. إذا كانت مرشدة تقصد لها هكذا بمعنى ما تتعبيش روحك، غير ما كانت تحوسي عليها من حقها، هذه عندها حق، يعني ما تتعبيش روحك لأنك مش حتلقاها في بين الملايين، ولكن ما كفيش مانع لو تجي لهذاك المكان تسأل لعل بالك واحد ذاتها بالك، لعل فيش مانع. فنقولوا يعني أن الأخت الكريمة من حقها أنها تروح تبحث عن السجادة إن استطاعت أن يعني تجدها عند واحدة ولا بالك لعل هذوك المنظفات ولا ممكن يعني ما فيهاش مانع من حقها. طيب عند الرمي الناس دائما تعبر عنها برجم الشيطان. صح. تقول انها جلبت الحجاره معها. هي لا تعلم، هي قالت انا لا اعلم، احتسبت الحجاره معايا في الصاك. نعم. هذا ما فيه حتى شيء. يعني الانسان اللي يجيب كما قال لك تبركا متعمدا، يعني يجيب الاحجار تاع المزدلفه ياخذوهم ويجيبهم معاهم وكذا يخبيهم، يقول لك نخليهم كذكرى كبركه هذه ما عندها حتى معنى. لان البركه هناك. بركة راي في 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 مكانه كما يقولوا. أما الأحجار راي مرجومة بها الشيطان، راي مرجومة بها الشيطان، معناتها أصبحت كما نقولوا حنايا يعني في مكانها الإنسان يرجم الشيطان، فعلا يرجم الشيطان، نقولوا رجم الشيطان، يرجم الشيطان، ولكن باش تجيب الأحجار تديهم معاك ما عندي حتى معنى. فنقول هذايا لا أصل له وما ما عنده حتى كما نقولوا حنا فائده من هذه الاحجار هذه اللي تجيبيهم معك، ولكن كي جبتيهم انت وما عندكش علم تصيهم في صاك تصيهم في الدار هنا ولا ما عندك حتى شيء، يعني الحجاره اصبحوا هذا كيما هنا كيما عندنا تقدر تستعمليهم، تقدري بمعنى انه انسان
يعني يديرون في شيء في محبس ولا في اي حاجه يخليهم فيها، ما عندهم حتى قيمه معنويه كما نقولوا احنا، ولا قيمه دينيه ما عندناش بمعنى اثر عليها ولا ما كاش، هذا لا اصل لها كاع من حيث هذا. طيب ام يعقوب تقول انها متزوجه في ولايه غير ولايتها الاصليه التي ولدت فيها، وام الزوج تقول عنها دائما انها سحرت ابنها وتقول هذا الكلام للناس كذلك، فاصبحت لا تذهب اليها ولا تزورها. يعني ام يعقوب وش نقولوا، العروسه كي تعرفي بمعنى انها لما تاتي، خاصه ان الابن يعود لما يكون مرتبط بالزوجه تاعه، لما تشوفك انت هي منافسه لها، تشوف منافسه بمعنى شقول ديتي لها وليدها، بعد ما كان الابن ما يخطيهاش، عايشين كيف كيف وياكلوا كيف كيف، وخاصه يجيب المال ويجيب الماكله ويجيب الفاكهه ويجيب الخيرات، لما جيتي انت هي نقصت هذيك الامور، ولا يجيب لك انت هي مع اولادك ولا كان عندك اولاد، وهي ما كانش، ولا تشوفك انت هي ما عندها كانك ديتي لوليدها، اكيد ديتيه، فلهذا تغير منك. انا نقول لك ما عليك الا بالصبر، لان العجوزه عمرهم بكري العجوزه ولا عروسه هكذا، الا القليل، الا الصالحات، الا كما نقول احنا الاستثناءات هذيا اللي تخاف ربي سبحانه وتعالى وتحسها كي بنتها، ما عندها حتى مشكل مع العروسه ولا هي ما عندها حتى مشكل مع جوزتها، هذو قلال. ولكن نقول لك انت يا صبري، لان في الاخر حتنجحي كي تكبري انت شويه هكذا، وهي تعود تشوفك فعلا بانك تمسكتي وصبرتي وكذا، في الاخير تعود تحبك وتعترف بك مهما جات لك الان واش يدير لك، بصح في الاخير تولي تغير رايها فيك، خاصه كي تجي عروسه واحده اخرى وتشوف تفرق بين العروسه اللي كانت والعروسه الجديده، تعود تشوف بمعنى قيمه تاعك عندها هي. فلهذا نقول لها يعني انت اول حاجه صبري كما قالت والو، عجوزه وكبيره خليها. اما العجوزه نقول لها هذه راهي كي بنتك، حرام عليك، لماذا تتهمين البنت بالسحر وبالسرقه وما عندك زي كون جيبوك، كون انا بشرع ونجيبوك نقول لك هاتي ما عندك على بالك بلي نجلدوك، هذه تهمه راه تعتبر قذف، يعني تهمه باطله، نجلدوك ولو كي عجوزه نجلدوك، لانك قلتي كلام كبير، قلتي كلاما كبيرا، راهي بمعنى جريمه عندنا في القضاء شرعا، راهي جريمه، معناتها ارتكبتي بتهمه تاع القذف، قذفتي واحده تهمتيها بشيء ما درتوش، قال اما تجيبي الدليل واما عليك القانون يطبق عليك. فلهذا نقول حرام عليك تتهمي طفلة ما اشتيهاش بعينك وما عندكش الدليل على هذا الشيء اللي تقولي فيه، وهي راهي بارية. فنقول لك يعني لا عندك الدليل، روحي ليها قبالة قالها ودالي يا تجيبيه يا نبلغ عليك قبالة، ما عندكش الدليل، عينك ما شافتش، إذا لسانك ما يهدرش، عينك ما شافتش لسانك ما يهدرش، ما لازمش تتهمي الطفلة مسكينة هكذا، هكي خليتيها تعيش في رعب، خليتيها تعيش يعني بمعنى في خوف، حتى في كراهية باش تقعد معك، لأن راكي تتهميها بتهم باطلة بالنسبة للبنت. هذا قالت لك إذا كان عندك دليل جيبيه، بين الدليل، وهاكي تقولي لها سحارة، معناتها سحرت الولد تاعك باش داتو، ولا سحرتكم أنتوما باش سكتوا، علاش هذا على الكلام هذا الباطل، وكلام هذا يعني الإنسان الذي لا يجوز، بهتان، حرام عليكم. حرام هذا، خاصة في الأوساط الأسرية هذه كثرة الدعايات، هذه الدعايات حرام أمام الله يوم القيامة، كنت كل واحد حسب عليه واش قلت، جيب الدليل أمام الله، عندك دليل واش قلت، ما عندكش أو ربي يحاسبك عليه، إلا من تاب، إلا الإنسان يستغفر ربي ويرجع ويسكت ما يزيدش يتكلم ويطلب السماح منها، قال يا بنتي سامحيني أنا كنت ظان بأنك دي، ولكن الآن يعني راني تبينت بلي ما عنديش يقين، ولكن واش قلت سمحي لي الشيء اللي فات، بارك الله فيك، وانا نطلب منك السماح وما نجيش نعاود، خير لك في الدنيا هذه قبل ما تروحي للاخره. اما البنت، انا قلت لك البنت الاخت الكريمه، ما عليك الان، ما واش واجب عليك باش تقعدي معها، باش نقول لك ما دام راي بمعنى تكره لك حياتك بهذه التهم الباطله وجرحاتك
في هذه هالة، يعني بمعنى ما راكش بنتها انت حقيقية باش تلزمك، حتى ولو كنت بنتها ما تلزمكش، يعني الوجوب لا، الوجوب على راجلها، خاش راجلها كون يقولها ما تروحيش ما تروحش، صافي ماهيش ملزمة هي، ما تقدرش تروح، تحب تروح تحبك كذا، ولكن راجلها يقولها لا، فمسكينة ما تقدرش تجيك. فهذه نفس الشيء، وليدها هو المسؤول، هو اللي واجب عليه يشوف يماه، فلذلك هي تقول هذه يماك، بالك يقول تحرش على يماه، يقول هذه يماك معليش وشي تهدر فيها، ربي يغفر لها، الله يهديها ولا يصلح أحوالها، وربي يبين الحق. قولها تسمح لي مادام راهي بمعنى ديرتي وهم هكذا باش هكذا ما تدير فيا لا تهم من كنتم ما تهمني ما يعني بمعنى ما تقترف عليا هذا كما نقولوا البهتان، فنقولها ما تمرض هي ما تدير الاثم عليا ما نمرض انا ما نسمع حاجه توجعني. فلذلك تليفوني لها انت يا قولها واش راكي ما راكي بخير الحمد لله وخلاص، ولدها هو اللي يدافع عليك وهو اللي يروح يشوف يماه ويكرم يماه ويحاول كيف يحسن الصورة تاعك امام يماه باش ينحيلها هذيك الصورة اللي انتيا بمعنى عندها عند يماه بمعنى صورة سيئة، حاول هو كيف ينحيلك هذيك الصورة السيئة ويحبب لك يعني يحبك عند يماه بطريقة بطرق تاع الإحسان وتاع الكلام الطيب وبالبيان وبالعمل. نعم. وان شاء الله ربي يرفع ما بينكم الخلاف ويرجعكم شرف الحياة الحسنة وحياة الافضل يا رب. تقول أن زوجها ابن الدار، فهل يحق لوالده أخذ البيت وكيف تتعامل مع والديه؟ هو الدار كتب على اسم بابها محمد، يعني ابنها وكتب على اسم ابنها وكتب على اسم بابها، وذوك هو كي ابنها كتب على اسم بابها لحالتين، حالة إما هروبا باش يدي كاش ما يدي سكنة بارك لعلك تعرف خاصة نحن لا ديار ولا يشرطولو، ما لازمش يكون حاجة على اسمه، ممكن كتب على اسم باباه، والشيء الثاني ممكن حياء ما دام باباه حي وكذا يقول لك انا كيف نكتب. وبكري كانوا الناس يكتبوا على والديهم يحشموا يكتبوا على كبيرهم كما نقول يكتب على باباه باش دائما باباه اسمه مضمون يعني، ولكن الاب اذا كتبها هو على اباه باباه على اساس هديه عطاها له ليه خلاص، ما دام جات في حيازه الاب تاعو وراه اداها باباه ما يسالش فيها، باباه يتصرف فيها كما يحب، ولا اداه على اساس احترام ماشي على اساس اعطاها له، ولكن على اساس الظرف خلاه يكتبها على اسمه كما نقولوا احنا، الحاله هذه كان واجب عليه يكتبها على اسمه باش يهرب من هذا باش يكسب كما نقولوا دار ولا حاجه، يهرب من هذه التبعات كتبها على اسم بابه باش يدي سكنه اخرى. فهنا الاب تاعو المفروض انه يعترف قال لا يا ولادي شوفوا هذه راهي تاع اخوكم راهو شغل كانه يسلفها لي كتبها على اسمي نعم، ولكن كي راهو يسلفها لي ماهيش تاعي بمعنى راهي تاعو هو بالذات. اما لو كان مثلا الاب هنا اذا كان تغير ولا كان بمعنى خلاص يعني حس بان البيت حقيقه تاعو وان الاب ان الابن اعطاها له خلاص، في هذه الحالة ما عنده واش يدير الولد، أصبح الأب مالك للبيت، ويصبح إلى مات الأب تدخل الورثة، ما يقولش الابن تاعي ما لا تاعك لا خلاص خلاص، يعني أنا القاضي لما يرفعوا الدعوى عند القاضي القاضي يشوف بالمكتوب بالدليل عنده الدليل أن البيت مكتوب على اسم الأب، ما دام مكتوب على اسم الأب إذا تروح للورثة، إلا قلت إذا كان في حياة الأب هو يهضر مع أولاده يقول لهم يا أولادي هذا الدار مش تاعي، هذا الدار تاع خوكم راهو فاقت حشم مني كتبها على اسمي شباحه برك حياء مني، اما كونها تاعي ماهيش تاعي، الا كاش ما حدث لي وتغمضت عيني وداء مول الامانه داء امانتم راهي باش تكون على بالكم يا ولادي ما تسالوش فيها، راهي تتنازلوا كل عند الموثق تتنازلوا وتعطوها له ليه، كاين الحقيقه وكاين الوثيقه والوثيقه صحيت هذه هي هذا هو، فلذلك حقيقة أنه سكن الابن نعم. إيه ولهذا احنا نقولوا الأب يتكلم هكذا دوك الآن، إذا كان الأب مع الله يخاف ربي وعرف بأن الولد حشمة من بابه مسكين ودار على اسمه حياء، هنا الأب لازم يكون راجل ولازم يكون يعني يكون أمينا بأن هذا السكن ليس له وإنما هو للابن وبهذا يوصي ولاده، وإذا كان الابن لا اكتبها لباباه اكتبها له اعطاها له ليه هنا خلاص، اذا ملكها للاب
انتهت، اصبحت بمعنى اذا توفي الاب تصبح داخله في الورثه، والاب والابن ما يغيظوش الحال، ما يغضبش، لانك يعني اعطيتها لباباك كهديه ولا اعطيتها له، خلاص ما تسالش فيها. وبهذا يعني يكون الاب من حقه انه يعني اما يوزعها في حياته، اما يعني كما نقول يكتبها لولاده كل باش يسالوا فيها، واما بمعنى يموت ما يكتب حتى شيء، تدخل في دائره الورثه من حق الورثه. وهذا وهكذا، والله يوفق الجميع. امين يا رب العالمين. حفظة من تلمسان ترجو منكم وتطلب الدعاء ان يصلح الله حالها مع زوجها وحال بيتها كذلك. يا ربي، ربي يعني يهديهم الكل ويصلح حوالهم ويصلح زوجها خاصة كما تقول هي، ويصلحها هي كذلك، يعني ربي يهديهم الكل جميعا باش يتقاربوا مع بعضهم بعض ويعيشوا حياة سعيدة طيبة، حياة خالية من يعني من هذه المشاكل ومن هذه الصعوبات ومن معوقات الأمور اللي راهم يشوشوا عليهم. إن شاء الله ربي بعد عليهم إن شاء الله كل ما يفرق بينهما ويقرب كل حاجة، يعني يديم العشرة هذه، وأن يعني يجعل الحياة مستقرة، وأن يعني يثبتهم على الطريق المستقيم، وأن يهديهم لصالح الأعمال، وأن يوفقهما للعيش الرغيد والعيش السليم والعيش الصحيح والعيش السعيد إن شاء الله يا رب. آمين. طيب بالنسبة لسؤال هاني من فرنسا، يعيش بها من 10 سنوات ويريد الإقدام على قرض لشراء سكن هناك. نعم، الآن إذا ما عندهمش البديل اللي هو بنك إسلامي أو فرع إسلامي أو نافذة إسلامية في فرنسا، لأن فرنسا شوية، إذا كان ويشوف يعني لأن عندهم بلدان الآن أوروبية عندها فروع، عندها جبل بريطانيا، عندها فرنسا شوية هي الوحيدة في أوروبا اللي مزيرة بالنظام الكلاسيكي. إيه نظام كلاسيكي، وعندهم نافذة، ولكن نافذة شوية يعني موجودة بخا، ولا كانت واحدة برك بالك بعيدة عليهم كل واحد، المهم عندهم واحدة. نعم، يشوف يسأل تما ذيك، عندهم ما يسمى بال يعني جمعية علماء المسلمين تاع أوروبا موجودة، مجلس الإفتاء، مجلس إفتاء، يطلب منهم لأنهم جوزوها عندهم، مجلس إفتاء الأوروبي جوز لساكنين في أوروبا ولأولاد لأولاد أوروبا عندهم جنسيات أولادها، أنهم يعني يجوز لهم باش يتحصلوا على سكن من خلال البنوك الربوية، قال حتى باش ما يقعدش دائما هو يعني كما نقولوا احنا مؤجر يعني مستأجر، يعني ولأن المؤجر شافوا العلماء بأنهم يشرطوا عليهم شروط، يشرطوا عليهم شيء يمكن يقيدونهم من حريات تاعهم، فلذلك قالوا إذا من باب أولى أن الإنسان أن يعني يستقل بسكن منفرد وأن يكون ملكا له أفضل مما يعني هو عليه من الإجارة هذه اللي هي فيها مضرة وفيها كذلك الحق بالأذى بالنسبة له، فقالوا أنه يجوز له. والمهم أنه يستفتي تماتيك، هما أولى، هما أدرى بحياتهم وما على بالهم، يستفتي تم أحسن هذه الهيئة هذه ويجاوبوه، لأن هما الهيئة كهيئة جوزوها باش باش إنسان يشري سكن من بنك ربوي، ولكن هل هناك لعل فتحوا يعني فرع إسلامي أو فروع، لأن كان فرع إسلامي ولكن فروع إسلامية باش تكون قراب ليه ولا ميسرة وأحسن، يروح الإسلامي أحسن، أنا عارف بأنه غالي شوية ولكن يكون بالحلال أحسن له ما يروح البنك الرباوي. المهم يرجع أحسن له، يرجع لتم، هما يعني يدلوه على الطريقة السليمة. ولا رتيبة من العاصمة تسأل عن التعامل مع الزوج الذي له علاقات مع نساء أجنبيات، ترجو التوجيه والنصيحة. أختي الكريمة وش نقول لك، هذا ربي بلاه بلاه بالنسوة هذه اللي هو أصبح مريضا مريضا بالنساء، وماشي غير هو، كاين كثير من الرجال هكذا، فما عليك إلا بالصبر انتيا، وادعي له ربي يهديه يهديه، وإن شاء الله ربي يعني يبعد عليه هذا الحرام كما بعد بين السماء والأرض، وأن يعني يجعله مستقيما. وانت لازم تلعبي الدور كذلك، لابد تغيري حياتك معه، أنك تكثرين من الإحسان إليه، لازم تتقربي إليه أكثر وأكثر، تخليه باش يحبك باش ينسى الآخرين،
يعني المعاملة تاعك الطيبة هذه كي تعود أحسن شيء هي هذا المعاملة، كلام الطيب ماشي يدخل وين كنت واش درت، أنا شفت تليفون وهذه واش تكون وما واش درت معاه، هكذا تمرضيه، هكذا تمرضيه وتكرهي له حياته، هكذا كي تكرهي له حياته يولي يغيرك ويولي يروح منك، ما يحبش يقعد كاع في الدار، بالعكس تخليهش يروح منك، بخليه هو يكره الآخرين ماشي أنت، ردي روحك ليه ما على بالكش، شديه أكرميه أحسني إليه، هذاك ما تظنيش حتى ولو مع ما تظنيش بأنه ينسى الخير تاعك، لأن هذوك هم يحوسوا على دراهمه ماشي بهم هو، يحوسوا على المال تاعهم هما، يحوس باش يقضي لهم صوالحهم، أما أنت راكي في البيت، راكي أم الأولاد، راهو بمعنى يحس بك ما تقوليش، راهو لما تعود لك معاملة طيبة ما يصيبهاش عند هذوك، يصيبها عندك أنت، لما تأثري فيه يولي هو يحشم على عرضه. أو على الأقل أن ربي سبحانه وتعالى يعني يلبي لك الرغبة تاعك أنت من أجلك أنت، يحرم عليه الآخرين في وجهك أنت لما تدعي وتكوني طيبة وتحافظي على الصلاة تاعك والأذكار وما تضريش ما تشكيش بالكلام، أدعي غير ربي بك، أرجعي غير الله سبحانه وتعالى، ربي أنت في وجهك واحتراما لك يهدي لك رجلك، يهدي لك رجلك ويصبح على الطريق المستقيم، في يعني بمعنى فاش احتراما لك أنت، ربي بمعنى أنه يقدر النية تاعك ويقدر الإرادة تاعك ويقدر كما قالوا العمل الصالح تاعك لي، والدعاء تاعك يعد مستجاب عند الله، إذا استجب لك خلاص يعني ربي سبحانه وتعالى هو يهيئه ويصبح بمعنى مستقيا، يصبح مستقيما إن شاء الله وما تيأسيش، وربي يوفقك إن شاء الله ويهدي. آمين. عفاف من الجلفة تقول أنها متزوجة وزوجها له أبناء، علاقتها جيدة معهم، ولكن كلام الناس سيجعل عراقيل، وتعرف كلام الناس عن زوجة الأب وغير ذلك من الأمور والتبعات اللي تكون في هذه القضية. الأخت الكريمة أنا نقول لك أنت المهم، أهم شيء الزوج تاعك وأبناء الزوج تاعك هما الأهم، بما أن الأب تاعك والأولاد هذا أولاد الأب يعني أولاد الزوج تاعك هذا ليهما راضين عليك وراكي متفاهمة معهم وراكي بمعنى أن الحياة سليمة بينكم جميعا وراكوا عايشين حياة الحمد لله لا مشاكل ولا شيء، إذن كلام الناس خليه، لأن تعرفي بمعنى أن كلام الناس مهما كنت هذا ربي هضروا فيه والرسول صلى الله عليه وسلم هضروا فيه والصحابة هضروا فيهم وإحنا يهضروا فينا ولي جمهورنا يهضروا فيهم، هذا كما قال جحا يعني جحا لما حب يعلم وليده قال يا وليدي باش تشوف الناس ما يسكتوش، قالوا شد بمعنى كرامكم الله الحمار شدوا، قالوا شوف يا وليدي باش نبين لك كلام الناس ما يخلاش ما يحبش، شد الحمار قال نركبوا انا وياك يا وليدي فوق الحمار، اي ركبوا فوق وفوق الحمار واش قالوا الناس، قالوا شوف شوف راجل ووليده ما رحموش هذاك الحمار مسكين، فيه زوج ركبوا فيه ما عتقوش، قالوا سمعت يا وليدي، قالوا احبط، قالوا كنت اركب وانا نمشي، كي ركب وليده وهو كان يمشي خاش راجل كبير، قالوا شوف شوف تاخر الساعه تاخر الدنيا شوف شوف ديك الولد صغير يركب والشيخ مسكين يمشي ما عتقوش ما رحمش باباه، قالوا احبط يا وليدي سمعت احبط، قالوا دوك انا نركب وانت تمشي، اركب الشيخ كبير جحاكب فوق الحمار وليده يمشي، امشى عليهم قالوا شوف يا اخي يا اخي يا اخي تاخير الزمان شوف باباه قد ما تنقد وليده مسكين ما عتقوش ما رحموش صغير خليه يمشي وهو راكب وين صرات هذه، قالوا سمعت يا وليدي احبطوا خلوا الحمار ما نركبوش فيه انا وياك هيا خليه يمشي، امشى جاز عليهم قالوا يا اخي يا اخي شوف ربي اعطاهم حمار ما شاء الله هما يمشوا هو خلوه يمشي وحده وين صرات هذه، قالوا ربي خلق لهم الحمار هما ما ركبوش فوقه، قالوا سمعت يا وليدي ما انا، قالوا خلاص الناس لسانهم ما يحبش، ما لا دير رايك واصبر دير ما يصلح لك طيع ربي سبحانه وتعالى وخليك من كلام الناس، هكذا الاخت الكريمه خليك من كلام الناس وكملي في المهم، ما دام راكي صالحه مع الاولاد ما دام الاولاد راهم صالحين معاك ويحبوك وزوجك يحبك هذه الدنيا وما فيها، الباقي خلي بمعنى الكلام ما يخلاص. بارك الله فيك شكرا جزيلا. طيب نستقبل مكالمة بحرية من عين تيموشنت. ألو نعم بحرية من عين تيموشنت. نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. عندي سؤال يخص هذه الجائحة اللي راهي تمر بها البلاد والعالم بأسره. نعم. توفى لنا عزيز رحمة الله عليه رب. فقدناه الله كان نعم الرجال. لكن بما أن الفتاوى وكذلك الحكومة أصدرت بأنه لا يمكن إقامة الجنائز. نعم. وبما أن بعض أفراد الأسرة يكونوا كلهم أصابتهم العدوى. طيب. إذن أقول لك الحقيقة لم أذهب إلى عزاء هذا العزيز. فأنا مجروحة كثيرا. عندما كلمت أهله بالهاتف لعزائهم لم يردوا علي. هل الشيء الذي قمت به هو أنني والله بنية صافية لم أذهب إلى الجنازة وذلك للحفاظ على حياة الآخرين وعلى حياتنا؟ نعم هذا المطلوب. هذا المطلوب لا أعرف إن كان هذا صائب أم لا. نعم. أرجو منكم سيدي أن توضحوا إن شاء الله. وأتمنى أن تكون فتوى في هذا الشيء تكون ظاهرة واضحة لكل الناس. يعني ما طيب بحرية يعني واضح السؤال. أنا أقول أن تكون هذه الفتوى مكررة في حسبكم. جزاكم الله خير. تابعينا سيدة بحرية. خلينا يتبقى لنا بعض الوقت. هل يا سيدة العزاء في مريض ب سيدة الكورونا هل هو سيدة بحرية؟ سؤال واضح الله يرضى عليك. خلينا بعض الوقت لأن الوقت الحصة ذاق حتى لا يمر السؤال دون إجابة. بارك الله فيك. طيب اتصال موالي أشرف. أم أشرف من بشار. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزيكم الله آمين. أم أشرف باختصار الله يرضى عليك باختصار. عندي سؤال. عندي زوجة مساحة وخلى لها ابنة وأخت شقيقة. إيه؟ مع العلم أن الوالدين تاعها متوفين هما الاثنين متوفين. ما هو الشيء؟ لأنها حق في الميراث. هذا ترك واضح سؤالها واضح. طيب شيخنا بقى لنا الدعاء لعفاف إن شاء الله يصلح الله حالها إن شاء الله. آمين يا رب. مع أبناء هذا الزوج. يا رب إن شاء الله لا يصلح حالها كما قلنا من قبل. وربي يبعد عليها هذا الكلام هذا اللي هو يجرح فيها ونقولها ما تسمعيش الكلام. نعم. المهم طيعي ربي سبحانه وتعالى وحافظي على وليدات هذوك وحافظي على زوجك وربي يقدرك إن شاء الله. طيب بحرية من عيتي موشنت استمعت لانشغالها في موضوع العزاء خاصة في الظروف الوبائية. احنا نعرف بمعنى الخبراء اللي هم الأطباء قالوا بمعنى ماذا بيكم يعني تتفاداوا تجمعات الاحتكاك وتجمعات. فأنت ما فعلتيه يعني هو عين الصواب. نعم. ما زمش يغضبوا عليك هذوك ولا المفروض يعني كان شوف كان احنا عزاز علينا وهتفوا هما اللي هتفوا للناس قالوا بارك الله فيكم ما تجوش. انا عارفين بأن العزاء راهو ممنوع وحتى قال العائله تاعنا ممنوع باش يحضروا كلهم يعني بمعنى يدوا اثنين باش يدفنوا ولا شحال مجموعه قليله. وثبت ان الكثير مات بسبب العزاء. مات يعني كثير منهم بسبب العرس. بالعرس ولا والجنازه. نعم. كثير منهم اللي نقلوا جاوا يعني بمعنى من جنازه ولا من العرس جاوا مساكن حاملين وكاين ماتوا منهم. ماتوا فعلا. فلهذا حنقول لا ما فعلتيه صحيح وما لازمش يغضبوا منك الاخرين. لا نعم. بالعكس. للاسف نعم. نعم. أم أشرف من بشار. أشرف من بشار قول البنت لها النصف والباقي النصف الآخر تدي أختك أختو الشقيقة. هذا يعني بمعنى هما يديوا في زوج. أخت شقيقة عصيبة والبنت لها النصف هي اللي هي تالية بنت يعني التبديل هذه التركة وربي يوفق الجميع. بسؤال الله توفيق نأتي إلى ختام برنامج. شكرا دكتور كمال بارك الله فيك. شكرا لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات لأسرة الخدمة كذلك جميعا. نهاية أسبوع موفقة لنا ولكم. دمتم بخير. السلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.